لأن جميع الأمم تبع لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم حنا الآخرون، يعني آخر أمة من حيث الزمن والتاريخ، لكن حنا الأولون في كل شيء وحتى يوم القيامة. آخر النهار في يوم الجمعة قال بعض أهل العلم بعد صلاة الجمعة تقريبا إلى غروب الشمس، في هذا الوقت خلق الله آدم. تخيلوا هذه اللحظة. ترى يوم الجمعة له من اسمه نصيب، يعني اجمع شتات قلبك، شتات روحك، شتات نفسك، اجمعها طبعا في كل لحظة، لكن في يوم الجمعة اجعلها لله مجتمعة لله. يوم الجمعة هو يوم تكريمك أنت وتكريمي أنا كإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، الله جعل الملائكة تسجد لآدم في يوم الجمعة بعد أن خلقها، نعمة والحمد لله. اسم يوم الجمعة يا جماعة يجب أن يكون له نصيب في حياتنا، اجتماعنا يوم الجمعة بهالأعداد الكبيرة في الحرمين وفي المساجد، يجب أن تجتمع الأمة كالاجتماعية. أمة لو تجتمع يا رجل في بيتك مع عيالك مع أسرتك مع أقاربك مع أرحامك مع جيرانك مع أحبابك، سيتغير الموضوع وتصبح أمة لها قوتها.